ثم كانت ليله امبارح بقى ليله الحفاوه الاهلاويه والاخبار الساره اللي استقبلتها البعثه في فندق الاقامه. الاهلي احسن فريق في افريقيا. كان خبر مهم جدا اللي استلم فيه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره الجائزه في حفل الاتحاد الافريقي في مراكش، والخبر اللي استقبلته البعثه بسعاده كبيره لانه دول هم اللي احسن ناس في افريقيا. اللعيبه دي هي اللي احسن لعيبه في افريقيا. الجهاز الفني ده هو اللي بيقود احسن جهاز احسن فريق في افريقيا. فان يجي التصويت من قبل فنيين، انت بتتكلم في المديرين الفنيين للمنتخبات الافريقيه، بتتكلم في الكباتن الدول الافريقيه، ثم مجموعه من الصحفيين المعتمدين في الكاف. لما يكون هذا الاجماع الفني على اختيار الاهلي احسن فريق في افريقيا، اعتقد يبقى من العبث والتهريج والفوضى انك تسمع اي تقليل من قيمه هذا الجيل وهؤلاء اللاعبين. عشان كده بقول لكم انه كولر كان بيدور على اللحظه اللي يدعم فيها هذه الثقه عند اللعيبه، وكتير لما اتكلم حتى مع تراجع الاداء والنتائج في مباراه الدوري والبطوله الافريقيه كان بيتكلم انه يا جماعه اللعيبه عايزه ثقه. اهدار الفرص الكتيره اللي انتم شايفينها بقت ازمه كبيره سببها هزه الثقه اللي موجوده. فجت اللحظات الاخيره قبل بدايه او مع بدايه بطوله كاس العالم عشان تكون فيه وفره في منسوب الثقه عند اللعيبه. كهربا صاحب احسن هدف واجمل هدف سجله في البطوله الافريقيه كان امام الهلال السوداني، يتم التصويت عليه ان هو ده هدف الموسم. بيرستاو النجم الجنوب افريقي اللي تعرض ايضا لحملات رجم اعلامي وتقليل كبير من شانه، شفتوه احسن لاعب في افريقيا وقدر بيرستاو كمان يعبر على ده النهارده، قال لك انا اخترت التاريخ وذكر الناس بتويته كان عملها اول ما جه للنادي الاهلي، اول ما بدا مسيرته مع بيتسو موسيماني، وقال لك انا اخترت التاريخ. وجه الشكر لزمايله وللجهاز الفني وللجماهير ولكل من دعمه لاجل الوصول الى هذا اللقب كاحسن لاعب في افريقيا. فبقول لكم اختيارات جت كبيره، حتى اختيارات الناس اللي دخلت الاستفتاء، يعني مارسيل كولر. كولر كان احق ان هو ينافس على احسن مدرب، انت بتختار الاهلي احسن فريق على حساب الوداد البيضاوي المغربي اللي هو وصيف دوري الابطال ووصيف الدوري الافريقي. وما بتختارش مارسيل كولر المدرب بتاعه ضمن الثلاثه المتنافسين على اللقب. لكن اعتقد كولر مجهوده كبير مع الفريق ودوره كبير مع الاهلي. عشان كده اعتقد كان سعيد جدا في تمرينه النهارده.